مرحبا بكم. بداية بخير التطورات، المدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي اللي نجم يكون البلجيكي سفان فاندر بروك، المدرب هذا اللي سبق له تدريب أبها، فريق الوداد، الجيش الملكي المغربي، وحاليا شباب بالوزداد الجزائري. واليوم الصباح إدارة شباب الوزداد أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب البلجيكي سفان فاندر بروك بسبب اختلاف وجهات النظر. وزاد البارح فريق الشباب بالوزداد كان خسر الأرضية ميدان وفي البطولة 3-2 ضد اتحاد خنشلة اللي دربه مراد العقبي. بالنسبة لسفان فاندر بروك، من المدربين اللي تفاوضت معهم إدارة الترجي في الأيامات اللي فاتوا، كان ممكن العائق هو التزامه مع فريق شباب الوزداد وحتى الفسخ العقد، مطالب كونه يدفع مبلغ مالي كبير. هذا ربما عدل المفاوضات، لكن اليوم جاء جديد في خصوص تطور علاقة المدرب هذا بشباب الوزداد كونه تم فسخ العقد، بالتالي يصبح مدرب حر. والمفاوضات ما زالت متواصلة حاليا بين إدارة الترجي التونسي والمدرب البلجيكي، والساعات القادمة نجم تجيب الجديد. دونك إذا كان المدرب فسخ العقد نتاعه فإنه مؤشر واضح كونه المدرب دا يقرب من حديقة الترجي، في انتظار الساعات الجاية اللي تنجم تجيب جديد الموضوع في الموضوع متاع مدرب جديد للترجي التونسي. أسامة الحدادي توجهت له دعوة اليوم اللي باش يكون حاضر مع المنتخب في زوج مباريات الودية ضد كوريا الجنوبية واليابان، هذا بعد إصابة اللي يتعرض لها علي العابدي مع فريقه كون. العابدي باش يواصل البقاء مع المنتخب، دونك من اللي ولا 23 ملاعب باش يوليو 24 ملاعب على ذمة الإطار الفني للمنتخب الوطني. بداية من ماضي ثلاثة يتلعبوا بقية مقابلات الجولة السادسة، ثلاثة ماتشات اليوم في المجموعة الأولى، الأولمبي البيجي قاف القفص الحكم أيمن نصري، في المجموعة الثانية اتحاد تطوير مستقبل مرسى الحكم أمير لوسيف، نجم المتلاوي نادي البنزرتي الحكم محمود قسيعة. في الرابطة الثانية اليوم يتلعبوا بقية مقابلات الجولة الأولى، في المجموعة الأولى زوج مباريات، سبورتينغ بن عروس أمل حمام سوسة نادي حملف جندوبة الرياضية، في المجموعة الثانية نادي محيط قرقنة أولمبيك منين، ترجي جرزيس مستقبل جابس، سبورتينغ المكنين أولمبيك سيدي بوزيد، نصر جلمة يواجه أمل الركبة، والملعب الجابس يلعب ضد مستقبل رشيش. من المواعيد اليوم خارج تونس حاليا انطلاقه لقاء برايتون ليفربول 4:30 القمه بين ارسنال ومانشستر سيتي، في اسبانيا 3:15 اتلتيكو مدريد تواجه ريال سوسيداد، وال8 غرناطه تواجه البرسا. في المانيا 4:30 البايرن تلعب ضد فرايبور، و6:30 انتراخت فرانكفورت فريق الياس الصغير يلعب ضد هيدنهايم. في فرنسا فوز لوام 3-0 على لوافر، حاليا انطلاقه لقاء اولمبيك ليون ولوريون، ومنصرطال بيلعب اساسي مع لوريون، و8 غربا رين تواجه بيسجي. في ايطاليا مونزا فازت على سالرنيتانا 3-0، دينان برون احتياطي مباراه كامله، كاليري مع الخمسه تواجه روما، و8 غربا نابولي تلعب ضد فيورنتينا. كانت هذه ثاني نشرات الرياضية اليوم، تلقاها على السيت موزايكا فونت.